دابا هذا خدام هنا ولا اخر هنا وهذا دخل هنا والناس اللي كانوا معاه. صحيح. ها؟ صاحبه قتلوا قدامه مسكين غير والو. هرب. دابا قتلوا هرب وصاحبه بقى يشوف. وصاحبه مسكين ما قدرش هذاك كاين صاحبه. خويا تقريبا شي 35 حتى 40 هذاك خويا. خرجنا حنا بين بنادم مجموعه ولقيناه باقي كيتركي دور الله اعلم اخويا داك الشيء بيناتهم هو كيقول لك ولاد ولاد وحده جوج خدامين في هذيك الشركه اللي ملهيه واحد كيجي ينعس هنايا وواحد تمايا ما مشوش في هذيك الشركه اللي ملهيه خويا حنا كنسمعوا الغوص ملي خرجنا لقينا بنادم مجموعه على جثه طايحه لهيها هذا هو السبب وهذاك واحد كيخدم بجوج كيخدموا في هذيك الشركه اللي ملهيه واحد كيبات هنايا وواحد كيبات هنا وجا قال لك هو صاحبه كاين انا معايا واحد السيده في الميناج غدا انا وياها مقطعه كنخدموا هنا في الميناج غدا مقطعه دي كتبان لي العافيه وجوندارم هنا سولت واحد الدري قلت لي خويا اش كاين ما كاين قال لي شي واحد جاي مذبوح وضاربينه بشي جنويه وطاح هنا ما قالش لي كيسكن هنا هذا الشيء اللي سمعت والعافيه وجوندارم هنايا هذا الشيء اللي شفت شي حاجه كثر من هذا الشيء مع بساتين فردوس ممكن راه غنتخلع اخويا حنا كنمشيو هنا كنتقداو وداك الشيء كندوزو السوق هنا راه غنتخلعو ما نتخلعوش وعندنا وليداتنا والمدرسه هذا الشيء اللي كاين ما عمرنا شفنا شي حاجه اول مره كنمشيو هنا كاع حتى من ورا المغرب وكنمشيو ما عمرنا شفنا شي حاجه ولا تلقى لينا شي واحد حتى لدابا تميت غدا انا والسيده مقطعات كيبان لي الجوندارم والعافيه سولت واحد الدري قال لي شي واحد مات هنا ضربوا شي واحد هذا الشيء اللي لا خدام انا هنا كاين فات شانطي 100 درهم مرتين باش كيخدم الخدام والمعلم 150 درهم وتجي في الاخر تحسب في الشهر تلقى راسك مشيط لك الدلعب وانا كنت خارج والله ما فهمتش يعني جيت لقيت السيد طايح باقا ما ماتش يعني باقا فيه الروح فهمتي صافي عيطنا للومبيلونس راه فين بقاو الدراري مشاو للجوندار ما تكلموهم عاد جاو بالسوق صافي ومشى ماشي العشرة ديال الليل بحال ما كنت فريق مورا صلاة العشاء المهم في التراويح ملي كانوا الناس كيسلوا في التراويح ساعات ضربوه يعني هو فهمتي